السلام عليكم طلاب، إن شاء الله. أوكي، اليوم محاضرة العملي راح نشرح الأساينمنت اللي كان خاص بالفيرتشوال ديفايس اللي هو الترافيك لايت. فالسؤال كان write an assembly program to control a traffic light four-way junction connected through port number 4 of the 886 microprocessor and as shown in the figure below and according to the timing events listed in the following table. اكو عندنا في الجنكشن بها جهة الساوث والويست والنورث والايست، هذا عبارة عن ترافيك لايت، نريد نكتب برنامج حتى نسيطر به على الترافيك. فهنا حسب الجدول المعطى يريد بكل حالة اكو ايفنتس ثمان حالات اللي يعمل بها هذا الترافيك لايت. هذه الثمان حالات هي periodic، راح تتكرر الثمان حالات، كل cycle وحدة ثمان حالات، ثمان cases، ابتداء من case number one اللي بيها south هو الجرين والبقية red، وهكذا ينتقل الترافيك من south ثم إلى بعد ما يشتغل الأحمر، ما رأسا يشتغل العفو الجرين، بعد ما يشتغل رأسا أحمر لازم يشتغل اليلو، وبعدين يشتغل الجرين من جهة الويست. فهنا أولا هذا أخضر، بعدين هاي الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الأخضر يصير أصفر ويستمر لمدة 5 ثواني حسب هاي الحالة الثانية، وبعدين يصير أحمر والويست يشتغل أخضر ويستمر إلى فترة 250 ثانية، وهكذا. هذه الثمان حالات، ومن يخلص الحالة الثانية يرجع للحالة الأولى. زين، شغلتين نحتاج نعرفها هنا. هذا الترافيك لايت إحنا نقدر نتخاطب معه عن طريق بورت نمبر 4، فهو فقط output port، فلذلك البرنامج مالتنا دائما راح يكون يحوي إعاز output out على port number 4. فالديتا هاي الديتا تعكس الإشارة أو الحالة اللي إحنا نريد نحققها بالترافيك لايت. زين، يبقى شيء آخر، الشيء الثاني هو التايمينج. إحنا بالتايمينج أكو فد نوت ملاحظة هو ذاكرها، هذه الملاحظة يذكر بيها انه اذا ردت اسوي decrement لقيمة السي اكس ريجستر او اي ريجستر اخلي بيه full value اللي هي الاربع عفات، وابدي انقص واحد واحد انتهاء بالصفر، لحد ما يوصل لقيمة الصفر راح يستغرق وقت مقداره 655.36 seconds. هذا فارض هاي الفرضية. فاذا اذا ردت اني اخر المايكرو بروسيسور مثلا، ردت أأخر مقدار 655 سكن، فمعناته هنا أنا أخلي بال CX قيمة 4 أفات، وأبدي أقلل decrement وأسوي jump no Z، فراح يبقى بهذا اللوب إلى أن CX يصير صفر، وبالتالي راح يتأخر زمن مقداره مثل ما هو ذاكر 655 سكن. طيب، هذا إذا خليت بالسي اكس الفول سكيل الفاليو الكاملة. طيب، إذا ردت نصف المدة لازم أخلي نصف القيمة، إذا ردت ربع المدة ربع القيمة، وهكذا. التايم اللي أريده، نسبة التايم اللي أريدها هي ريليتد للفاليو اللي أخليها بالسي اكس. فهنا اللي راح أسويه هو شنو؟ راح أجي أخذ كيس كيس، هاي الثمان كيسات. أجي أقول الكيس نمبر 1 should take 210 سكند، حسب ما هو قايل كيس نمبر 1 تأخذ 210 سكند، طبعا وهكذا كيس 2 5 سكند إلى آخره. فال 210 هاي نسبتها كزمن من التوتال تايم اللي هو 655 اللي هو أعلى شيء يقدر يتأخر بالمايكرو بروسيسور، النسبة مالته هي 210 إلى 655 تطلع تقريبا 0.32 32%. فإذا الرقم اللي المفروض أخليه بالسي اكس هو 32% من الأربع أفات. طبعا الأربع أفات
الأربع أفات تعادل بالدسمال 65536، فهذا الرقم 32% من عند جقد راح أضربه في 0.32 راح يطلع لي الرقم بالدسمال هو 21000. أرجع أحوله للهكس هو 5208. فإذا هاي القيمة اللي المفروض أخليها بالسي اكس، هاي شوفوها ال 208 هذه أخليها بالسي اكس وأبدي أقلل السي اكس أو أدخل باللوب اللي هو الخاص بالكيس 1 حتى كيس 1 اللي هي الحالة رقم 1 تتأخر بما مقداره 210 سكند. فمنا عرفت شلون أخلي بالسي اكس شنو الرقم اللي أخلي بالسي اكس وأنقصه من هاي العلاقة. نفس الشيء ينطبق على كيس نمبر 2. كيس نمبر 2 الزمن اللي أريده يستغرقه ويتأخره 5 سكند، فأجي أقول الخمسة سكند نسبة إلى total time اللي هو 655 يطلع تقريبا 0.007. فهذا 0.007 من القيمة الديسيمال اللي بالسي اكس الأربع أفات بالديسيمال هو هذا النسبة مالتها أضربها في 0.07 يطلع الكاونت فاليو 500. هذا 500 بالديسيمال أحولها للهكس اللي هي 1F4. فإذا كيس 2 إذا ردتها تبقى 5 سكند لازم أخلي بالسي اكس 0141F4 أخليها وأبقي أسوي له جامب نوزت. فإذا تلاحظون بكل حالة من الحالات اللي أحتاج أسوي هو شنو هو؟ أودي فد قيمة value للأي اكس. هسه راح نعرف نشوف هاي القيمة شقد قيمتها للسي اكس هاي الفاليو، ونطلع هاي الفاليو للأربعة. هاي طبعا القيمة اللي تمثل لي اللدات اللي المفروض أشغلها ومنو أطفي، وأطلع على بورت 4 وأحمل السي اكس برقم حتى من أنقصه للصفر يتأخر مقدار الوقت اللي أريد المايكرو بروسيسور يتأخره حسب الإيفنت. وهاي الأرقام عرفنا نطلعها من هذه الايت كيسز. أوكي، فتلاحظون أكو كيس 1 أكو فاليو أوديها للأي اكس وأطلع على بورت 4 وراح يتأخر. هنا أنا بالكيس 2 نفس الشيء، بالكيس 2 نفس الشيء راح أخلي قيمة بالأي اكس والأي اكس أودي البورت 4 وأتأخر بما مقدار كيس 2 وهكذا. أوكي، فكيس 1 كيس 2 كيس 3 4 5 6 7 8 بعد ما يخلص كيس 8 يرجع على الكيس نمبر 1 اللي هو عن طريق إعازة الجمب. فهذا هو البرنامج الرئيسي مالتي. تلاحظوا هذا البرنامج الرئيسي. بقى شيء واحد انه انا شلون اعكس الحال. نعم استاذ، بس المين يعني ضروري انه واحد يسويها، انا يعني عبالي انه مثلا بس ذن 8 يخلصهم بعد يتوقف. مو مشكله، بس هو المفروض بما انه الحاله هي periodic cyclic مكرره تكرر، فلازم المفروض ورا ما يخلص اخر حاله يرجع الى المين. اكو يا عز جامب، تمام؟ يعني انت ما كتبتي جامب مين، تمام؟ ايه مو مشكله. اوكي، بس هو كسايكل لازم يرجع للمين. زين، نجي نبقى نحسب شلون الفاليو اللي نوديها للاي اكس ونطلعها على البورت. هذه طبعا القيمه تعكس منو الجلوبات اللي يريد نشغلها، اللدات اللي يريد نشغلها حسب الحاله. فاذا نرجع هنا على الاكزامبل، هذا هو الكونفيجريشن مال الترافيك لايت وهاي الكيسز اللي احنا عندنا. فتلاحظون هنا الكيس نمبر 1 المفروض الريد مشتغل. شوفوا هنا الريد مشتغل صحيح بالنورث الريد، طبعا لازم اليلو مش طافي والجرين طافي، لازم جلوب واحد بكل ترافيك لايت. وبالايست الريد مشتغل والبقيه طافين، وبالساوث منو مشتغل؟ بالساوث الجرين، فهذا الجرين لازم مشتغل بالساوث. وبالويست ايضا الريد مشتغل واليلو والجرين مشتغل. فهاي هي الكود. طبعا الكود هنا مقلوبة لأن الموست صايرة ليست والليست صايرة موست. فش نحتاج نعكسها؟ يعني الواحد هذا نخليه هنا، يعني هذا أول واحد نحتاج نخليه إذا ننطيه فد لون معين، خلينا ننطيه هذا اللون، لازم يبدأ هنا. أوكي، هذا لازم يبدأ هنا. أوكي، وهكذا. فتلاحظون الواحد يكون هنا، وبعدين اكو صفرين، هذا الصفرين، بعدين واحد، هذا الواحد، بعدين واحد اثنين ثلاثة أربعة صفارة، بعدين واحد، بعدين واحد،
بعدين صفر بعدين صفر. فهذه هي الكيس نمبر 1. إذا أجي أدمج كل أربع بتات سوى راح يطلع لي الكود 9 وصفر وثلاثة، تمام؟ راح تطلع لي الكود شنو هنا؟ خلي نسويها merge cells sorry خلي نسويها ك digits okay ك hex digits. فهذه الكود اللي هي هنا المفروض شو تكون 9، وهذه الكود المفروض تكون 0، وهذه الكود المفروض 3. فإذا القيمة اللي المفروض أوديها للـ AX هي 3 0 9. فأرجع على البرنامج مالتي، هاي الكود لازم تكون 0 3 0 3 0 9. أوكي، هذه هي الهكس كود اللي المفروض أني أوديها إلى الـ AX، هذه هي 3 0 9. أوكي، فأكتبها بالبرنامج 3 0 9، تروح للـ AX وراح أودي للـ AX على الـ Out. فمنه اللي راح يشتغل هنا حسب الكيس اللي راح يشتغل هو الريد بالنورث والريد بالإيست والريد بالويست والجرين بالساوث حسب الكيس هاي، وهكذا. إذا أجي على الكيس الثانية، الكيس الثانية هنا أنا لازم شنو؟ أيضا هنا أنا عندي النورث ريد واحد وهذا صفر وهذا صفر وهذا صفر عفوا، وهذا بالإيست لازم يكون أيضا ريد واحد وهذا صفر وهذا صفر، وبالساوث كان جرين بس هسه ما يشتغل الجرين، نشغل اليلو لأن بعد الجرين يشتغل اليلو، وهذا الجرين نطفي، وهذا نفس الريد مشتغل، وهذا صفر وهذا صفر. فبهيك حالة راح شي يكون عندي، راح يكون عندي الكود هي أيضا 1 0 وهنا أنا 0 1 0 0 1 0 1 0 0. هذه الكودات يعني قرأتها من اليسار إلى اليمين وكتبتها من اليمين إلى اليسار، 1 0 0 1 3 أصفار 1 0 1 0 0. فهذه راح تنطيني يا كود، أجي أشوف يا كود تنطيني أول 4 بتات هي 9 وثاني 4 بتات هي 8، وهذه الكودات أو هاي البتات تنطينا رقم 2. فإذا الكود اللي المفروض أخليها بالأي أكس هي 2 8 9. فأروح للكود البرنامج مالتي 2 8 9 بالهكس، هذه هي الكود اللي المفروض نوديها إلى الـ AX 2 8 9. أوكي، فتلاحظون هنا أرجع على البرنامج، هذا الكود راح تروح للـ AX والـ AX يطلع هاي البيانات على الأربعة، في اللي راح يشتغل الليدات فقط اللي أنا سويت لها setting 1 وأتأخر، وهكذا إحنا نكمل باقي الليدات. أوكي، نفس الشيء نطبقه على البقية، نفس المثالين هذول نطبقهم على البقية حسب الجدول. أوكي، خلينا نطبق آخر شيء، خلينا نشوف الكيس الثالثة هنا أنا. المفروض النورث ريد، شوفوا ريد، والإيست أيضا ريد، والساوث ريد، والويست جرين، هذا لازم واحد، والبقية أصفاره، صفر صفر هذا صفر 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 صفر. وأجي نفس الشيء أقراهم من اليمين إلى اليسار، فراح يطلع عندي 1 0 0 1 0 0 1 4 0 وآخر شيء 1. أوكي، وبالتالي الكود الخاصة بالكيس الثالثة راح تكون أيضا 9. واحد صفر صفر، نعم عزيزي. دكتور الكود هذا مال باينري مو نحول للهيكس ونكتبه؟
بس خلي أكتب هاي دقيقة أجي وياك. 4 هذا 9 9 4 9. فإذا الحالة الثالثة راح تصير 9 4 9 0 9 4 9 وهكذا نكمل الكودات. نعم 8 دكتور. لا عفوا 8 تمام. هذه لازم 8. أوكي نعم هاشم شنو السؤال؟ نعم دكتور الأرقام مع الإشارات منحولها لهذه الأرقام من البايناري للهيكس؟ اي يعني من نكتبها بالفيرتشوال ديفايسز يعني بنطبقه النوت يتحرك السؤال شلون عفوا؟ هذا الكود صوتك ناسي هاشم. الكود مال باينري محولته للهكس. انت تحكي على ال 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 الكنترول هذون الارقام لو نحكي على التايمينج كنترول. اوكي شبيها اي من نطبقها في البرنامج النوت حقك مو السوت اول خطوه. مو مشكله صحيح اني جوز خطأت. مو مشكله اني جوز خطأت بال يعني مثلا هو بال تمام. اذا نروح على ال 886 نيو اوكي اذا نروح على الايميوليتر ونروح على الفيرتشوال ديفايسز وناخذ الترافيك لايت زين بالترافيك لايت ال اذا نشوف الساوث 0 الاحمر 0 هو شنو اللي مسوي هنا بس خلينا نشوف الاحمر شنو المشكله مو نفسه ها تمام الايست ليش مو نفسه هذا ايست 3 4 5 ساوث 6 7 تمام النورث مكان الساوث تمام اي ماكو مشكله المهم فكره البرنامج صحيح هذا إيه راح يصير بالعكس تمام مو مشكله المهم انه التطبيق صحيح اوكي المهم التطبيق صحيح دكتور نعم دكتور اني يعني الكيس صحيحه بس الماس مكاتبته شنو هو اللي ما كتبناه شنو العفو المان يعني بداية البرنامج ها المين انا ما كاتبه مان بس الكيس كلها صحيحه يعني ها يعني انا حاولت يعني انت ما مسويه جامب من الاخير للبدايه اي نعم اي مو مشكله بس هو المفروض هذا كبرنامج المفروض يتكرر يعني ورا ما تخلص الحالات يرجع للحاله الاولى صحيح؟ اكو عندكم سؤال؟ اكو سؤال طلاب؟ شكرا اوكي ان شاء الله على الاسبوع القادم ناخذ في الديفايس جديد وهم نتعلم عليه لان هذا راح يفيدكم هوايه مستقبلا اوكي مشاريعكم راح تتعلمون حتى يكون مشاريع صف ثالث إذا حبيتوا تأخذون مشاريع كهاردوير بالديزاين بالإمبيدد سيستم أيضا يفيدكم الكوميونيكيشن والبرمجة بالأسمبلي وهو البرمجة بشكل عام تفيدكم أوكي إذا ما عندكم سؤال